أقامت سفارة المملكة المغربية الشقيقة لدى البحرين حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 19 لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش. حضر الحفل عدد من الوزراء وشخصيات والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى مملكة البحرين، بالإضافة إلى أبناء الجالية المغربية بالبحرين، ليشاركوا سويا الاحتفال مع المملكة المغربية. وخلال الحفل أشاد سعادة السيد أحمد رشيد الخطابي سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى البحرين بالعلاقات المتميزة التي تربط بين المملكتين الشقيقتين في المجالات المختلفة، التي أرسى دعائمها عاهل البلاد المفدى وأخوه عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وجسدتها الزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي عززت العلاقات الأخوية الراسخة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد السفير أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا متناميا في كل المجالات، منوها بما تحظى به الجالية المغربية من اهتمام ورعاية وتسهيلات في مملكة البحرين، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين. تتميز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية بعلاقات وطيدة راسخة متينة مبنية على أسس قوية، بفضل العلاقة الوطيدة بين القيادتين الحكيمتين والشعبين الشقيقين جلالة الملك محمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل البلاد المملكة المغربية الشقيقة، وما تتمتع بها هذه العلاقات من جذور راسخة والعديد من الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين التي وصلت إلى 60 اتفاقية، والتعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية. بهذه المناسبة الوطنية المجيدة لابد من استحضار عمق وقوة ومتانة العلاقات ما بين المملكة المغربية ومملكة البحرين، بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة حفظهم الله. هذه العلاقات التي عرفت في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا ونوعيا بحكم الحيوية وكثافة الاتصالات والتنسيق المحكم والتشاور السياسي الدائم ما بين البلدين على أعلى مستويات.